ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمر شاكر. عمر، منهجية التحقيق وتوقعات النتائج، ومن المستفيد من تسريب المذكرات الدبلوماسية للسفير داروك؟ الشرطة من وجهة نظر البعض لم يكن أمامها إلا الإقدام على فتح تحقيق جنائي حول التسريبات، وهي مجموعة الرسائل الإلكترونية للسفير البريطاني السير كيم داروك لدى واشنطن، ينتقد فيها بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويصف إدارة ترامب بأنها تعاني من خلل جسيم، وكان لهذه التسريبات أضرار على ما يبدو كلفت منصب السفير، فهو أقدم على الاستقالة. كذلك أثارت غضب ترامب، وهناك أسئلة كثيرة الآن تحيط العلاقات، يعني وضعت هذه التسريبات على العلاقات في حرج الخاصة بين واشنطن ولندن. لكن أيضا الشرطة قالت على لسان مساعد مفوض أنها فتحت التحقيق، خاصة تتعامل في هذه الأثناء شرطة مكافحة الإرهاب المسؤولة عن متابعة الخروقات الخاصة بقانون سرية الوثائق الحكومية. لكن أيضا قال أن نشر الشرطة قالت على لسان مساعد مفوض أن نشر هذه التسريبات من قبل وسائل الإعلام قد تكون مسألة جنائية أيضا. نعم، من سربها حتى هذه اللحظة؟ لا توجد معلومات عمر، لا توجد حتى هذه اللحظة معلومات. نعم. الحكومة فتحت تحقيق داخلي، لكن الشرطة الآن تتعامل معه على أنه مسألة جنائية لأنه يشكل خرقا لقانون سرية الوثائق الحكومية. لكن الشرطة قالت أن نشر هذه الوثائق قد تكون أيضا مسألة جنائية، وهو ما أثار غضب الصحافة. إذن ما تم تسريبه يبدو أنه يخشى أن يكون له تداعيات أكبر على العلاقات الخاصة بين واشنطن ولندن، لكن من جهة أخرى يبدو أن لما نشر تداعيات وانعكاسات داخلية ما زالت تتكشف. عمر شاكر مراسل الغد، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.